لما تسرق البيض اللي في التلاجة كله وامك تعرف. ماما انا جعان ومش معايا فلوس. وانا اعمل لك ايه يعني يا فؤاد؟ طب مفيش اي حاجة جوه في التلاجة اعملها؟ لا يا فؤاد مفيش غير 5 بيضات يا دوبك ابوك هيجي من الشغل يتغدى بيهم. خلاص يا ست انا مش عاوز حاجة. خد يا انت رايح فين؟ ايه انا داخل اشرب. بلاش اشرب. لا يا اخويا روح اشرب بس اوعى تمد ايدك على البيض. انا عارفاك يا حرامي يا نس. انا هفتشك وانت طالع. ما اشوف اي حاجه كلها. كل ده بيض. ماشي يا ماما. اروح اعملهم عند ستي. ايه ده؟ ايه الشنطه دي؟ خد يا ولد الشنطه دي فيها ايه؟ الشنطه دي الشنطة دي فيها بيلي. هلعب مع العيال في الشارع ماما. فيها بيلي. انا افتكرت فيها بيلي. بيلي ايه؟ انت كبير على الحاجات دي ما بتلعبش بيلي دلوقتي يا فؤاد. مش عارف ليه مش مصدقاك. هدخل اطمن على البيض. يا ابني الجزمة ابوك ياكل ايه يا فؤاد؟ انا كنت عارفه.